عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، حيث تناول طلب المناقشة العامة بشأن استفادة مصر من قمة المناخ وكذلك تعقيب الحكومة. وأحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة ورد الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. لمناقشة نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمكاسب المتحققة منه، عقد مجلس الشيوخ جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم الإشادة بالتنظيم الجيد للمؤتمر من قبل الدولة المصرية. الجلسة تناولت المكاسب العديدة الناتجة عن نجاح المؤتمر على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالجلسات الحوارية والقرارات وأيضا التنظيم، حيث حرصت الحكومة في بيانها أمام نواب المجلس الكشف عما تحقق من إنجازات للمؤتمر، وصفة المؤتمر بأنه يمثل حدثا مشهودا. وشددت الحكومة على أن هذا النجاح ما كان يمكن أن يتحقق دون دعم القيادة الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاني جهود أبناء مصر الشرفاء. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فتح الباب أمام النواب للإدلاء برأيهم فيما يتعلق بنتائج تنظيم مصر لمؤتمر المناخ والإشادات الدولية التي تلقتها الدولة المصرية بسبب التنظيم. أهنئ الحكومة على ما قامت به وما أثبتته للمصريين أولا قبل العالم أننا نستطيع، أننا شعب نستطيع. والحقيقة أنا حضرت مؤتمر الكوب نيابة عن برلمان عموم إفريقيا، وكان موجود رئيس البرلمان، وشهادة حق في المؤتمر الصحفي اللي عقده في نهاية المؤتمر قال إن هو حضر قبل كده 7 مؤتمرات عن البيئة، وده كان أعظم تنظيم وأكبر مؤتمر جمع الأفارقة مع بعض. نجحت مصر بلغة السياسة الحديثة في صك ما يطلق عليه علامة وطنية تميزها وتعرف بها في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. على مستوى المضمون، جاء إصرار مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتماد إجراءات تنفيذ الوعود، جاء يحدث نقلة نوعية في تاريخ المؤتمرات المناخ السابقة. الحقيقة الشكر الحكومة المصرية على التنظيم المشرف لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ اللي أثبت الحقيقة للعالم كل قدرة الدولة المصرية على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم. حضروا أكثر من 197 دولة بمشاركة أكثر من 40,000 مشارك، وده حدث ضخم جدا، مش بس في من ناحية الحضور يا فندم، ولكن أيضا من ناحية المكاسب اللي يمكن تابعنا كل وسائل الإعلام وشفنا قد إيه مؤتمر حظى بتغطية وبإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام. هذا وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة بشأن استفادة مصر من قمة المناخ وكذلك تعقيب الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس مرة أخرى، معلنا رفع الجلسة.